أهلا بكم من جديد، وبالعودة إلى بدء مديرية الأمن العام إعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمنتسبيها، معنا من مديرية الأمن العام مراسلتنا مجد القصير. مجد، صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا. كيف هي الأجواء الآن داخل المديرية، وهل بدأت عمليات التطعيم؟ نعم علي، سأبدأ من حيث ما سألتني أنت وانتهيت، أنه هل بدأت عملية التطعيم؟ بالفعل بدأت منذ الساعة 9 صباحا عملية تطعيم للكوادر مديرية الأمن العام. يعني طواقم الأمنية لا تقل أهمية عن الكوادر والطواقم الطبية في مواجهة فيروس كورونا، بل أنها يعني على نفس الخط في الدفاع الأول، حيث أنهم يكونون في الميدان وعلى تماس مباشر مع المواطنين. هذه الحملة ليست الأولى للمديرية للتطعيم، هي عدة حملات، لكن حملة اليوم هي الرئيسية. سيطلعنا عليها العميد الدكتور معتصم أبو شتال. يسعد صباحك سيادة العميد، خبرنا، هي هذه ليست الحملة الأولى، هي سلسلة حملات، لكن هذه الحملة الرئيسية، خبرنا عنها أكثر. نعم صحيح، صباح الخير للجميع، وشكرا لحضور قناة المملكة لتغطية هذه الفعالية الصحية والطبية الرئيسية في مديرية الأمن العام. كما تحدثتي، هذه ليست الفعالية الأولى في مراحل التطعيم، إنما هي المرحلة الرئيسية والتي ستشمل إن شاء الله جميع مرتبات مديرية الأمن العام. سبق هذه المرحلة مرحلتين من التطعيم، الأولى شملت جميع الذين في خط المواجهة الأول مع فيروس كورونا من المسعفين والمسعفات في الدفاع المدني، بالإضافة إلى رجال المرور والسير وبعض طواقم النجدة الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين. المرحلة الثانية أيضا بدأت في مراكز الإصلاح والتأهيل لتطعيم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأيضا طواقم إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وإن شاء الله مستمرين في هذه الحملة حتى ننتهي من تطعيم آخر شرطي في جهاز الأمن العام. سيادة العميد، كم العدد المتوقع اليوم من طواقم الأمنية الذين سيتلقون اللقاح؟ اليوم العدد المخطط له في التطعيم 3000 ضابط وفرد يتلقون اللقاح، وطبعا هذا تم بتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة، وتم إحضار المطاعيم جميعها لتغطية هذه الحملة، وتطعيم يبدأ اليوم حسب الأعمار في مديرية الأمن العام. اليوم نبدأ بعمر 30 فأعلى. طيب يعني هناك آلية معينة مثلا يعني سيسجلون عبر المنصة أم غير ذلك؟ يعني ما هي الآلية؟ نعم صحيح سيدتي، نحن نتبع البروتوكول الصحي في البداية، ثم الإجراءات الرئيسية والمؤسسية في حث جميع الضباط والأفراد بالتسجيل على المنصة التطعيم الوطنية، وبعد تلقي الفرد أو الضابط رسالة من دخوله على المنصة وقبوله وتحديد موعد له، يعتبر مواقع الأمن العام المخصصة للتطعيم هي المنصة الرئيسية أيضا، وبالتالي بعد تلقي الرسالة الإلكترونية على هاتفه الخلوي يتم إعداد كشوفات في الأفراد حسب الأعمار، وإصدار أوامر للوحدات لإحضارهم ولمراكز التطعيم الرئيسية في مديرية الأمن العام. سيادة العميد، في حال تخلف الفرد الأمني عن موعد تطعيمه، يعني ما هي الآلية لأخذهم اللقاح مرة أخرى؟ حقيقة هي الحملة مستمرة، حتى لو تخلف الفرد، كان في واجب أو كان في إجازة أو كلف بواجب طارئ، لديه فرصة، أكثر من فرصة للحضور للتطعيم. وأيضا لدينا 5 مواقع للتطعيم اليوم تبدأ، احنا اليوم في الموقع الرئيسي مديرية الأمن العام والمتعلق بتطعيم جميع مرتبات الشرطة والدرك والدفاع المدني الذين يخدمون في إقليم العاصمة، ولدينا 4 مواقع أخرى في إقليم الشمال وفي إقليم الوسط وإقليم الجنوب، بالإضافة إلى العقبة. طب عملية التطعيم ستتم داخل المديريات أم في مراكز المطاعم المعتمدة يعني والمراكز الصحية؟ لا، داخل المديريات، داخل وحدات الأمن العام، لكن هنالك ربط إلكتروني مع المنصة ومع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى وزارة الصحة، حتى تتم هذه العملية بسلاسة. فإحنا جزء من المنظومة الإلكترونية في عملية التطعيم أو الحملة التطعيم الوطني.
العميد الدكتور معتصم أبو شطار، شكرا جزيلا لك. إذن علي، كما أطلعنا سيادة العميد أنها ليست الحملة الأولى، هي ثلاثة مراحل بدأت أول شيء من الممرضين والممرضات عفوا ورجال الشرطة في الميدان، ثم نزلاء مراكز التأهيل ومدراء هذه المراكز، واليوم الكوادر الأمنية المختلفة. نتحدث عن عدد كبير اليوم، ولكن وفق إجراءات الأمن والسلامة من تباعد اجتماعي وأيضا ارتداء الكمامات وأيضا القفازات، هناك يعني خطة أمنية شاملة وضعتها مديرية الأمن العام لحصول كافة كوادرها وطواقمها لمطعوم فيروس كورونا. نعم، شكرا جزيلا لك مجد على كل هذه التفاصيل، يعطيك ألف عافية.